الشيخ، بس ودنا نتكلم ولو بشكل جزئي نعم عن أحد الأعمال العظيمة اللي ممكن أن الإنسان يقوم بها في حياته، لا سيما في هذه الأيام المباركة. فودي لو أشرنا لها إشارة وألمحنا لها إلماحة، اللي هي الاعتكاف. الاعتكاف في هذه الأيام فضلها، وهل هي أصلا مستحبة ولا يفضل أن العشر الأواخر تقضى عند الأهل أو قريب من الوالدين؟ ودنا نسمع منك في هالخصوص. أحسنت على أساس سؤال جميل من غير قصور في أسئلة الأخوة. الاعتكاف سنة، واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف بعض نسائه. والاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا وعن الناس. اعتكاف يجب أن يكون في مسجد، ما يكون في غيره. فإذا قلنا اعتكاف فهو مربوط بالمسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف. قال العلماء اعتكف يتحرى ليلة القدر، رغم أنه مشغول النبي عليه الصلاة والسلام. أنت اللي تقول أنا مشغول، والله هو قائد الأمة ومع ذلك اعتكف وانقطع عن الناس وعن مقابلة الناس ولغيرها. لكن يلاحظ أن بعض الناس اليومين مع الاعتكاف ما كأنه معتكف، يعني يسمى اعتكاف، طلع مزار جونها أصحابه ورفقاه ونفس المعتكفين 2 3 4 وأكلات وسواليف، يعني صار جزء. ثم هذا من أكبر اللصوص ومن أكبر قاطعين الحسنات والاعتكاف. تعتكف خذ لك أبو كشاف، أما بتعتكف ومعك التواصل الاجتماعي وبتدخل هالبرامج أصلا ما انقطعت. صحيح كأنك ما تقابل أحد، لكنك تقابل عشرات ومئات في هالبرامج. فالاعتكاف هو الانقطاع عن الناس وعن الدنيا والانكسار بين يدي الله، ما بين سجود وما بين تلاوة قرآن وما بين تضرع وما بين دعاء، هذا هو الاعتكاف. أما أن يعتكف طلع عمرك وهالجهاز معاي وجميع التواصل الاجتماعي ثم يصير لي جزء بسيط أقرأ فيه المصحف ومن أصلي، ما يعني لن يتم الأجر لك. الأجر إن شاء الله، لكن الأجر الذي الهدف منه الاعتكاف والأساس من الاعتكاف ما حصل لأنك مشغول. الاعتكاف يا شيخ هو خلوة، الواحد يختلي. نعم خلوة، ويدعي. وأنا قد سمعت صحح لي يا شيخ. لا أفدنا. أن أقل الاعتكاف ساعة، يعني لو الواحد نوى أنه يدخل ويبغى يعتكف تخبر يأتينا ما يأتينا من أشغال الدنيا، اللي دوام واللي شغل واللي بيروح لأهله واللي على قولتهم عنده ارتباط، فهل على قولتهم ينوي أنه يعتكف لمدة ساعة وإن شاء الله يدخل؟ والله سماحة فتوى سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله قال يكفي ليلة. الاعتكاف لا يلزم أن يكون 10 أيام، يعني هذاك اليوم أنت ترتب أمورك وتدخل من غروب الشمس وتفطر في المسجد هذاك اليوم، الله، وتصلي المغرب وتصلي التراويح وانت في المسجد، وتصلي القيام وتجلس وتصلي الفجر وتصلي الظهر، 24 ساعة كلها تضرع ودعاء. يا أخي تحس، والله يا أخوان جلسنا مع بعض الذين اعتكفوا، يعني صار يقول لك متعة يا أخي، سنة كاملة سواليف وروحة وجاية وقعدة وروحة وجاية ووقف إشارات وسيارة وأسواق هذا الآن الحقيقة اللي جرب في ناس جربت ما عاد تفك الاعتكاف، لأنه يحس بمتعة، يحس بلذة العبادة، المناجات الله سبحانه وتعالى. تترك كل شيء وأكلك في الغالب أن المعتكفين يعني يصير أكلهم خفيف مثلا، فمن وفق للاعتكاف هذه من النعم العظيمة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف عمر رضي الله عنه وزوجات بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. في لفتة جميلة ما دام تقولون النبي زارت أحد زوجاته في المعتكف، أحسنت، فقلبها يوصلها بس كذا البيت هذا المسجد، وهذه حجرات يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان من الأنصار رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غروب الشمس، يعني بعد غروب كأنهم نظروا فيه، قال على رسلكما، يعني نظرة مع مرأة، إنما هي صفية بنت حيي، يعني زوجتي. قالوا استغفر الله يا رسول الله، يعني نشك فيك. ولذلك الراوي يقول لو شك لكفر، هذا النبي عليه. لكن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي،
فلما قالوا استغفر الله قال إنني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا وإن الشيطان يجري مجرى الدم من بنو آدم. الشاهد من هذه اللفتة العلماء أخذوا أنك إذا كنت في مكان أو نظر لك أحد نظرة دافع عن نفسك وتبين تسلم عليك ريحة دخان شماغ تقول والله أنا كنت في منطقة عمالة وكذا ما بين أنت شوهدت في مطار ما أدري وين قل والله أنا بس نازل ترى بتوقف اللي يسمونه ترانزيت ها قال والله أحد يقولنا شافك بلد معروف يعني بالشر والفساد مثلا فلا بد تبين تبرر رحم الله من كف عن نفسه الغيبة رحم الله من كف عن نفسه الشبهة هذه آثار أباصل إلى نقطة بعض الناس جاهر يقول شوف إذا ما خفت من رب العالمين ما عليك من الناس لا أن هذول شهداء الله في أرضه كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس فمروا بجنازة فلان الله يغفر له الله يرحمه رحم ونعم الرجل قال وجبت الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بجانب النبي عليه الصلاة والسلام يسمع وجبت قدر الله أن يمرون بجنازة ثانية راح الله يغفر له يعني ما عتبوا عليه شرهين عليه فقال وجبت النبي عليه الصلاة والسلام فقال عمر ما وجبت الأولى قلت وجبت والثانية وجبت قال الأولى أثنيتم عليها بخير فوجبت لها الجنة والثانية أثنيتم عليها بشر فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في أرضه نقول للمجاهر اللي جاهر واللي بيطلع في العيد ويصور في أماكن فيها شبه وفيها محرمات ويقول شوف إذا ما خفت من رب العالمين مع لا هذول شهداء الله في أرضه بكرة إذا مت لأنهم شاهدين عليك بمجاهرتك وفسكك وشر والله يا جماعة أني أذكر رجل يعني إنه في 45 لها كاريزما كذا وبينه وبينه معرفة ويجلس أنا وياه كذا في بعض المناسبات ما المعرفة مي قديمة ولا هي قوية لكني معجب بهالشخصية كذا شخصيته وهندامة وسواليفة فمرة دخلنا في موضوع الشباب أخوكم رئيس جمعية إشراقة لعلاج الإدمان للمخدرات وبشركم الجمعية من دخول رمضان خاف المصائب والبلاوي هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة صفدت في مردة الشيطان المهم نرجع لهذا الشخص سولفنا عن المخدرات وعن الشباب وعن فقال يا رجال وش استفدنا من المخدرات أنا حششت يا وش جاء ذا أنا ما أدري عنه الأمور ذي عربت وكنت في لما سافرت والله يا جماعة اهتزت شخصيته عندي إلى الآن صحيح أنا يعني ما بس صدق صلى الله عليه وسلم حينما قال كل أمتي معافى إلا مجاهرون معافى في سمعتك معافى في 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 بالتوبة معافى بالستر ساتر وش جاك ولذلك أنا أقول وقعت في ذنوب في معاصي في انتبه تحدث نفسك فيها فضلا تحدث الآخرين عفى الله عما سلف ادفنها تدفن خلاص وعلى لأنه ما يجوز أصلا تجاهر في هذه الأمور صدقت الله